قبل أن أغادر إخواني وأخواتي، أود بكلمة فقط سريعة أن أمر على قوله تبارك وتعالى: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. تعرفون هذه الآية فهمها كبار المفسرين على غير ما تفهم عند عامة المسلمين. المسلم العام يفهم قاتلوا المشركون كل المشركين، كل مشرك يقاتل. إذا لماذا؟ قال لك لأنه تعليق الحكم بالمشتق مشعر بعلية ما منه الاشتقاق. الله يقول: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم. لماذا نقطع أيديهما؟ لأنه سارق. الحكم معلق على إيه؟ على اسم الفاعل سارق سارقة. تعليق الحكم بالمشتق مشعر بعلية ما منه الاشتقاق. إيش ما منه الاشتقاق؟ السرقة. إذن السرقة هي علة القطع. لما الله يقول وقاتلوا المشركين كافة كما، إذن وين العلة؟ الشرك. هكذا نفهم، لكن هنا هذا إيه؟ لا يستقيم، غير صحيح هذا الفهم. قالوا قاتلوا المشركين أي كل المشركين في أي زمان في أي مكان بغير قيد بغير شرط، مطلق أمر مطلق غير مقيد. ابن جرير الطبري شيخ المفسرين وعلى غير عادته يذكر في معظم الآيات أكثر من وجه من وجوه التأويل ويرجح أيها الإخوة بينها في أحايين كثيرة. هنا لم يذكر إلا وجها واحدا. تعرفون كيف فهم الآية؟ باختصار بلغة نحوية سأبسطها. فهم كلمة كافة على أنها منصوبة على الحالية من مؤكدها، لكن ما هو المؤكد؟ الفاعل ولا المفعول؟ قال الفاعل مش المفعول. بمعنى لما الله يقول وقاتلوا المشركين كافة، كافة حال كونكم أو كونهم كافة لا ندري. ممكن يكون معنى الآية قاتلوا أيها المسلمون كافة المشركين، بمعنى يجب على كل المسلمين أو يجب على المسلمين مجتمعين. الصحيح الذي رجحه ابن جرير يجب على المؤمنين مجتمعين أن يقاتلوا المشركين. يعني هذه هذا القيد الحالي لماذا أتي به؟ أتي به ليحقق معنى قوله تبارك وتعالى في الأنفال: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. حين تقاتلون قاتلوا مجتمعين غير إيه؟ متفرقين، مؤتلفين غير مختلفين، لأن المشركين يفعلون هذا في قتالكم، يتألبون عليكم كما تقول العرب يرمونكم عن قوس واحدة. على هذا الفهم تكون كافة أيها الإخوة حالاً من ماذا؟ من الفاعل وليس من المفعول به، يعني حالا من قوله تبارك وتعالى، أي من الضمير من واو الجماعة في قوله وقاتلوا. واو الجماعة هي الفاعل، يعني على هذا الفاعل أن يقاتل مجتمعا غير متفرق المشركين، ومش معناها قاتلوا كل المشركين. واضح؟ كما يقاتلونكم كافة. ابن جرير فقط ذكر هذا الرأي ثم عبر وأسنده إلى السدي وابن عباس وقتادة، كلهم قالوا هذا، مجتمعين غير متفرقين، مؤتلفين غير مختلفين. هم يجتمعون على قتالكم فاجتمعوا أنتم على قتالهم. لكن الآن موضوع النزاع، من هم هؤلاء المشركون الذين يقاتلون؟ هذه قضية أخرى، هذه قضية أخرى. فليس في هذه الآية التي جعلت أيضاً آية السيف ما يساعد على إيه؟ الفهم السائد. كل شيء عنه جواب.